للعلا للعالم ملء عين الزمن سيفنا والقلم سهلنا والجبل منبت للرجال قولنا والعمل في سبيل الكمال كلنا للوطن للعلا للعالم كلنا للوطن. صباح الخير لكل مشاهدينا. اليوم الثلاثة هنهار اللي واحد هيك ما بيعرف شو بده يقول فيه، الثلاثة اللي بعده مرسخ بأذهاننا من 12 سنة، هنهار اللي هو 14 شباط 2005 واليوم 14 شباط 2017. شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نقول؟ من قال لك اشتقنا لك؟ من قال لك البلد غير شيء من غيابك؟ من قال لك البلد مش بلد بهالفترة؟ من قال لك إنه أمور كتير صارت من بعد رحيلك؟ من قال لك إنه فعلا نحن حاسين بفراغ كتير كبير؟ نحن اليوم موجودين باستوديو، أول مرة منكون مش موجودين على الضريح بهالاحتفال أو بهالذكرى اللي هي هالذكرى المؤلمة اللي عشناها كلنا. أول مرة ما بنكون موجودين على الضريح عم نقرأ الفاتحة وعم نحاكيك. أنا بتذكر كل سنة كنت أوقف حاكيك، اقرأ الفاتحة على ضريحك وحاكيك أيضا واستمد منك قوة، إنما أنت بتعطينا القوة وين ما كنت، بعليائك عم تحضرنا. أنت أكيد عم بتكون فرحان إنه نحن بعدنا مستمرين كمان بكل الأمل اللي أعطيتنا إياه، ونحن بعدنا أكيد عم نقدر نوقف ونقول إنه كلنا للوطن. أنت كنت تقول إنه ما حدا أكبر من بلده، بس أنت من بعد ما تركت بلدك تركت فراغ كتير كبير. كنا نقرأ الفاتحة على ضريحك كل سنة وكل يوم، وأنت الشخص الوحيد اللي جمع كل الأديان على ضريحه. قرينا الفاتحة، أشخاص كتير نزلوا كلهم صلوا على طريقتهم الخاصة، ودايما شعرنا بهالفراغ الكبير بغيابك. إن شاء الله يا رب أكيد الأيام اللي جاي ترجع تحمل أمل كتير كبير، مثل ما عم يسعى الرئيس سعد الحريري لحتى يتابع بنهجك وبأملك وأكيد بطموحك ورؤيتك لما كانت توقف ولا أي حد كان ممكن يقدر يوقفها. رح نحكي اليوم عن الجانب الاقتصادي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونحكي أكيد قديش كان يسعى يوم بعد يوم وسنة بعد سنة لحتى يرجع لبنان يوقف على إجريه، خاصة من بعد 15 سنة حرب كانت دمرت لبنان كليا، وكان بحاجة فعلا لحتى يشوف كيف ممكن نرجع نوقفه على إجريه ونقدر نمسك إيدينا بإيدين دول تانية قادرة تساعدنا. اليوم معنا باستوديو عالم الصباح الخبير الاقتصادي الأستاذ عدنان الحاج. عدنان صباح الخير. صباح النور. واليوم حابين نحن نرجع نستعيد معك مراحل كتيرة عشناها وأكيد هيك مرق فيها لبنان. أوقات منقول مراحل كتير كانت صعبة، قدرنا نتخطى واحدة ورا الثانية ونقدر نوصل كمان لحلول كبيرة، إنما ضل دايما في صعوبات كتير عم نجرب نتخطاها. بدنا نحكي اليوم عن المرحلة اللي عاشها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكيف قدر فعلا يحاول يجمع كل هالناس لحتى يساعدوا لبنان. قديش معك وقت عن الموضوع، لأنه هذا الموضوع يعني الرئيس حريري كان له محطتين أساسيتين بالاقتصاد. المحطة الأولى اللي جمع فيها الهيئات الاقتصادية وقطاعات اللبنانية ببيته أكثر من مرة. المحطة الثانية هي باريس 2 وباريس 3. يعني أنا بعرف أنه بالمؤتمرات يعني شاركت فيها، يعني حيثية لبنان وحضوره يعني بالتأكيد يعني ما بتنعمل هلأ الشخصيات الموجودة، مع احترامنا للعالم، لأنه الرئيس الشهيد عمل باريس 2 كان في 11 رئيس دولة رؤساء جمهوريات، مش عم بحكي رؤساء حكومات، كان هو 12. يعني كان عم يفكر انه قديش ممكن يجيب دعم للبنان. رح أحلك معلومة يمكن ما حدا بيعرفها او قليل بيعرفوها، انه كان في اقل من 100 مليون دولار، يعني كان احتياطي مصرف لبنان على الاخير يعني نشفت الحرمات في شيء. انه سالني سؤال مره انه قديش فينا نجيب؟ قلت له ما بعرف، يعني ما بعرف مع مين. كان في 8 رؤساء دول هو التاسع. قال لي اذا جبنا 100 مليون منيح. قلت له كثير منيح وبساعد.
قال لي 200 متر كثير منيح. بهالمؤتمر جاب 6.4 مليار دولار. لا 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 لدعم مصر. ايه. بس عمليا كان ذكي، عنده سرعه بديهه ما حدا يعني ليه اللي عندهم اياها. مين اصدقائه؟ مهاتير محمد رئيس ماليزيا، انه فتح الاجتماع فيه، يعني هلا ما كان متفق هو اياه، بس عمليا انه هو بيمون عليه بيحكي انه قعد على المنصه انه الاستاذ رئيس مهاتير محمد فتح حديثه قال نحن كماليزيا حنقدم 650 مليون دولار، يعني كل الباقيين حيستحوا، يعني اكيد اكيد يعني طريقه ذكيه وطريقه فطريه، مش طريقه انه تخطيط مش مخطط. رئيس الماليزي عامل كلمه صغيره وقال انه انا احتياطي دعم احتياطي مصرف ودعم الليره اللبنانيه انا حاقدم 650 مليون دولار. فطبيعي اصدقائه الخليجيين كروا، القطري 250، السعودي 650، يعني منهم كانت قروض ومنهم كانت هبات ايضا، نص قروض ونص هبات. نعم. لدعم الليره اللبنانيه، دعم استقرار الليره، ما كان في احتياطي، ما كان في شيء بمصرف لبنان، يعني احتياطي مصرف لبنان كان على خير، يعني كان بيكفي تدخل يومين. بنفس الوقت كان في جهات عم تضارب على الليره وتفوت تبيع تشتري الدولار وتبيع، عم تعمل خضه بالسوق. تسلح مصرف لبنان 6 مليارات يعني انه دفع وهدي. لما طلع الخبر قال لي شو؟ قلت له منيح، يعني كثير منيح. قال لي بس كنا مقدرين شيء اجوا 700 مليون اكثر، يعني كان دائما يقدر اكثر. هلا صداقات هاي يعني إلى قيمة، بمعنى تاني إلى قيمة مالية، إلى ثقة. أكيد. هلا بدنا نفتش على الأشخاص اللي ممكن يعملوا مؤتمر. عمل مؤتمرين، عزز استقرار صار الصرف الليرة اللبنانية، عزز احتياطي مصرف لبنان، فبالتالي صار الحركة أحسن، صار تمويل المشاريع أمن 50% أو 75% من تمويل المشاريع اللي كان عم يعملها لبنان. نعم. يعني هذه إذا بدك ثروة وطنية بشخص كان عم يطرحها برا وقدر حقق. بس هو ما تشوفي قديش كان مبسوط وكان عم يضحك بعد ما خلص المؤتمر. يعني بعد ما خلص المؤتمر انه كانه واحد لاعب فوتبول سجل هدف، يعني انه مبسوط، يعني انه بالماضي هذا شيء رفع لبنان هون. بينما هو كان برا كان في ناس عم يقوصوا عليه، يعني صحيح. بالداخل بشكل دائم، ومع ذلك انه قدر يعمل حيثيه. الاهم من كل هذا، الاهم من المال، الاهم من الدعم، عمل حيثيه للبنان. يعني انا ما كنت شايفه انه ممكن لبنان يكون بهذه الاهميه، انه في 6 رؤساء دول، 4 رؤساء حكومات الى اخره، حتى الصناديق الدوليه الى اخره. هذا الشيء لمسناه بواشنطن مع المرحوم باسل فريحان. كمان لما راح على البنك الدولي والى اخره، فات على البنك الدولي انه رئيس البنك الدولي الى اخره عم يستقبلوه برا. انا شايف رئيس الحكومه اليابانيه عم يستقبله على الباب. يعني في شيء بي 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 بيعطيك ثقه انه لبنان شيء قصه مهمه، يعني أكيد. مش لبنان. هلا طلع انه مزبوط انه ما حدا اكبر من بلده هو عم يقول هالكلام، عم يخاطب حاله. انه هو لانه هو عمل حيثيه للبنان ما كانت موجوده. الحقيقه انه المؤتمرين اللي عملهم كان لبنان على شفير الانهيار، على شفير انهيار الليره. اهم شيء شو الليره، يعني انه انت بتقولي شو اذا الليره نزلت؟ لا، ما الليره نزلت. اذا انت تقبضي 500,000 كان قيمتهم 300 دولار، صاروا 500,000 قيمتهم دولار، صار شيء ثاني. يعني أكيد. معيشتك راحت، كان عم يسعى وراء المعيشه. هذا الشيء اهميه الرئيس حريري، يعني الشهيد كان يعني عنده شغله ما عنده اياها ولا مسؤول بالدوله اللبنانيه، انه ما كان يستحي بالشيء اللي ما بيعرفه كان يسال عنه. صحيح. ما كان حدا عنده اياه، يعني كان يقول تفهمي بالاعلام، يقول لك انه شو رايك هي بتعمل ضجه اكثر ولا هاي؟ يعني يتناقش، ما كان حدا. طب التفاصيل، يعني كان يعمل لقاءات. يعني انا بعرف انه كيف الهيئات الاقتصاديه، انه اجوا انه شو كنت اقدمه وقت اول دفعه كانت الهيئات الاقتصاديه جمعهم، تحسي انه رئيس بيمون على الهيئات الاقتصاديه. يعني انه عم يحكي معهم واحد مثلهم، انه طيب هيك كذا والاخر، ما اذا مش الاقتصاد تمشوا انتم. يعني في طريقة بالتعاطي، يا بتقربك من الواحد يا بتهربك منه. كان عنده طريقة بالتعاطي، كانوا كل الناس قبلينه، كل الناس مسلمينه، يعني انه بيعمل المصلحة، ما حدا اكبر من بلده. مظبوط. اذا بيعمل مصلحة للقطاعات الاقتصادية عم يعمل للبلد، فبالتالي كان
الحلم تبعه انه لا مثلا انا بصوره بصدي بتلاقيه يعني ما في حركه اخري بتضايق انه لازم يكون في حركه في اسواق يعني أكيد. يعني في شيء بالبلد يعني ما راح اقول لك شغله انا سامع عن مهاتير محمد الرئيس شيراك بافتتاح مؤتمر باريس 2 قال كلمتين كثير اثروا فيي قال من قتل رفيق الحريري عرف ماذا ومن يقتل في لبنان انه قتل القطاعات قتل الحركه قتل النشاط بعطيك مثل بسيط فاذا بترجع لورا شوي انه بالنشاط السياحي لدول الخليج دول مجلس التعاون كان عندهم ثقه كانوا يبعثوا راعياهم كانوا يعملوا حركه عشو قايم اقتصاد لبنان هو عارفها كان يشتغل عليها عارف قايمين على ثلاث شغلات نحن بس الشغله الاساسيه هي حركه السواح العرب بيجوا على لبنان يعني عارف انه هاي اساسيه مشان هيك كان يكثر زياراته للدول العربيه والاخريه الصداقات اللي عملها عمل اذا بدك احتياطي بالناس صار يحرك الموضوع فبالتالي نصرف لبنان السلاح فاما استقرار الليره اما الاستقرار السياحي شو السياحه يعني مش سياحه وشو سياحه لبنان كل عمره بلد خدماتي وسياحه هيدي اللي بتقوم عليه لبنان يعني بتشغل المزارع لانه بيسوق انتاجه صح بتشغل المطعم لانه بيشغل عنده ناس بتشغل الاوتيل عنده وكذا بتشغل شوفير التاكسي يعني كل القطاعات مرتبطه بالقطاع السياحي كان عم يركز عليه لانه نحن منا دوله صناعيه كبرى لما اجتمعوا الدول كانوا 8 دول صناعيه كبرى والرئيس حريري الدوله الثامنه 9 عفوا ايه. يعني كان هو يعني كان حط حاله بين الكبار يعني حاسس حاله هن حاسبينه هيك يعني بتحسي انه صداقاته انه كان يوحي بثقه اصلا هو يعني لا هو شخصيه ثقه يعني سكي هو اكيد شخصيه ثقه شخصيه قدره يعني العلاقات اللي عنده اياها والرؤيه اللي كانت موجوده عنده بعدين عنده شغله انه كان ما كانت يعني هلا موجوده مش بهالترجمه اللي نحن فيها طبعا عنده رؤيه انه كان يعمل هيك البلد بده يعمر القتلات بده تشتغل يعني كان يعرف شيء يعرف قوه لبنان وين يشتغل عليها يعني يعزز القوه نقاط الضعف يقويها الصادرات اللبنانيه كانت بالكاد انه تصير 100 120 مليون دولار صار 380 يعني في شيء اشتغل على القطاعات الزراعيه دعم المنتجات الزراعيه رح نتابع استاذ عدنان بهذا الموضوع واكيد رح نحكي بمواضيع اخرى كمان متعلقه بعهده وايضا متعلقه بالايام اللي تلت وقديش رح نقدر نرجع ننهض بلبنان من بعد هالصعوبات اللي قطع فيها لحظات ومنتابع مع حضرتك خليكن معنا